زكاه الفطر ما لغو بخين كرا لعق ما لغو بخين كرا مثال لغو ما بخين كرا شوابته waxay tahay culamada badankoodu siday ku tageen jumhuurka culamadu saddexda madhabood ay kamid yihiin madhabta shaafiiciyada iyo madhabta maalikiyada iyo madhabta hanaabiladu afarti madhabood saddex kamid siday mareen waa in aan lagu bixin karin lacag marnaba ama hal ilaaho dan gaar ah keensatay ama yaan la oran waxaan leeyahay ma saxayso hadii lacag lagu bixiyo marnaba ma saxaysiri جمهور كعلمات الصاصي مري حنفية كريا بنيي إن مركا العقل لغو بيحن كرام لكن جماهير علمات وحي إلى هذين لغو بيحن كرام العقل صابتنا وحي تهي النبي عليه الصلاة والسلام وحاو النسكريي عنتظى أي نسكري أصيد حديثك ابن عمر بشيق أي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير يعني وحوي عنتظب الشاقي قيمه هي العقد مشيلي نبي وحفر لي علي ساعا من تمر أو ساعا من شعير حديث كمركة أبي السعيد لفتيس وحاو تلماما يا كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من زبيب حديث كان بخاري مسلم سوري وكذا حديث كابن عمر نواصاص الله مكا ما دام النسك الشيق أيو إن زكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام فر لي علي صاعيضا إن لبحيه وصاع العيمي وحيليهن شيء النبي الشاقل لقى موي عنكره دليل لقوي عدمر هدان لهين مجرد رأي أي عدو لم وقتي إن لقوي عدام بنانا وعمدك لي وحيليهن زكاة الفطر وزكاة البدن وشركة لقى بحينا سكذي مالك وكدو أنت ذي ماذا الروح يكون تعلق إيساه مجرى الكفارات وكلا لقديه وحكمة اللو الشرعية يوم حيطها وحوية فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مركا ماشى كفارات وكلا لمري كفارة ضئية وضحية ضئية سيدة التحديد كلا حد ذي أن لو قوي عن كرين ووحك لا أن لو قبي دلي كرين هديها وحصا كفارة كاه كفارة دي وحك لا لو ما بدلي كرين وضحية وحي العيمي مركي سأل لما بدلي كرو سيدا سوكلا يوحي ليهين تنى هلكا سوكلا لمري ما دام مركا عمتئن لبحيو مركا لصاري لنا يلي وحوي وحي كان نظيفين إيسا يعني لغوية رفضكي وحي كان عي دعدعه سونك قدهيس مجرى الكفارات وكلا لمري ساس أوديد نسك وحو عيمي وإنا لغوي عن وحكا لوا إنا المركا وحي الاستعمال هدي وحوي الشيكة لبنانا لها وقيمة مركا وبنانا لها وحوي ولا شيء لها وامدك لأشياء ذا الشيء وأشياء قيمه ذو كالدوين يسكو قيمة معها هدي قيمه مركا ويها يمد مقصود ويساق اللوت شيدو دي قيمها لا اعتبارنا اللي يقلها قيمها أي اللي يقلها حانا لقد قاي شيء والبا إنصاع لقد بحنا وكمية ذا اللي يقلها سيدي أكرا قاليسين لم يجين نعيدا عنتوي كامركا لبحينا ينا وكلا قاليسين مركا عنتني ماذا اللي يجي صاعا من طعام وحان الله الشيء أشياء دي واقاس مركا حوالي يعني قوت كاهيدا لقودين شري حدي أشياء دا مركا حوالي لبحيو واختي كان مركا حوالي لقوته أي وحل لقوته أيهم بلد كاس وحوي وكفاية حدي كالقوت الغارب كبلد كأي علماء دي لهذا والله بحينا يا وحان الله قاطي من أوصد ما تطعمون أهليكم حيالها مركا نوع دحدحات كي مركي سوحان مركا قوضها لو استعمالي تاس مركا وحوين وإن لبحيا طعام نمذي بين الكلام التهاي وحان طعام أهين إن لبحيو نصوص تي أدلد الشيء قميش وحال الله باها دي مركا طعام كي لبحيو تدكو قودنا يي قوت الغالب كهين يكو بحس لكن وحان عنطاء أهين هدي لبحيو يذا مركا وحوين إن يكو بحس الله مهبو واجتهاد مركي سمركا عيد أولا موقتي اجتهاد كنا وحوي قد يخطئ وقد يصيب إنه خطائي إنه أصيبه مد والباء وادعضه مد والباء وادعضه صحابة النبي قلنا صلى الله عليه وسلم مركا الصاعية دي الله شغي بحين شرين العقونا واقا واتشرين حضنا وحوي النبي قلنا مؤرن العق بحيا العق بحيا مؤرن صحابة دينا وحوي مركا مؤرن العق ما بحنا العق تي مي بحن مركا الشيء أن عنتاء هين إلا بحيو كما أصحي سبي جماهير أهل العلم إليه
شيء أن عنتاهين إلا بحية زكاة الفطر كما أصحيصه بجماهير تعلم دويلهين روحنا وحبها هي وح زكدي مركا يعني حقيقة كبح ضي ومركا كوه بصنا يوكو قرني السلامة لا يعادلها شيء شيء أن هو بين إليك كبح حيصه إنه كبحية ما وأينه مركا يسا كبحية وح مركا وحوين يعني نصوصتي أدلة الشريس حتى نقول القالب كلا استعماله وامحي يعني بريس باقو بضن بلد والبا حدا والا قعنا وانا الشيء غالبة قف قادو كبحية بريس قادو كبحية واكو أصحيسة عنت النمدي بلمدي يكو إلا الشيء وانا عنت وانا قوت الغالب قوت الغالب كنوية جماهير أهل العلم من أساسي إله دي واكو بحيسة أساسي إله دي قليها أرونا إياه وحوية العقوة لغو بحين كرا وحي الدليل شدين أغنوهم عن الطوافي في هذا اليوم يعني ككافية وريق دتك يكون وريق يان وحوي دي سنة يان مالين تاس مساكين تك كافية حديثك وحلقة شوابي وضعيف وهي سنة كحديثك وحكوشرة أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن أي كوشرة نكاسن وضعيف ومتفق على ضعفي وحل سكوة فخصية ضعيف نمدي سال سكوة فخصية ضعيف نحو جمة ضعيف نحو جمة تكال العق مش يقن العق مش يقن مركز سلامة وحي كوشرتا إن لغو بحيو عنطا إن لغو بحيو أي مركز سلامة كوشرتا وحين ليه جماهير تهدي العق تبنانان لها يدني بيقوا الشيق لها عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا إن العقل بحية إن راشين لبحينا لبدا واحد سهلا إن العقل بحية ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما مركا وحوية كي سهلنا ما الشيق النبي عليه الصلاة والسلام تكلا انتظر لبحينا يو حكوشر شعار إسلامي العقتي هديو حوية مركز العق مدي ولبك كله هست العق وليبو تمام وغنس والشعيرة راشي مدن إن دتك ولا أركم مركز مركا راشي مدي مركا حوني يعني مركا قاضية ديبية فقرضي ومركز راشين في مركا حوي ستة يعني وحوي شعار إسلامية أي مركا حوي مش كتيرة نوع شعارة أي مش كم غني أنا ما ذكر وحبي يدري شدين إن العقد أين كوا صحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلامة ابن عثيمين وحودري شني حديث كاس وعليه أمرك الرسول كم يذكر فرد ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ساس أودي الشيء على مدى إسلامك إسقها يان وغارب كود ليهن يمشورة تجودو كامي أصحين وسكدي كام بحين واجب كوا لقولي هي عاصم بعد خطها إلى أضلت ما دوت كدم باب يساء يعني سأل لقولي هم حكوا كلفية حكوا كلفية تسك غروح إليهن مساكين تلعقتها وفي عن وحلونا يا أديك مركا واجب كيسي يقينا إن أدوجد تكوفي عن مركا مسيدة مسكين كوفي عن بديالي مسيدة أديك كوفي عن وأمد كلا مسكين كمصل حد يسهد إلى علينا يسو وأديسك دونه يسأل الضر يعيشه تهو حوية تن مركا تكوب حصار راشين العقد هذا وحكسي العقد تجده وحكسي لكن شيء شرعي واجبي أي أنا وقول تصرف يا يبدل إياه ومسكين كمصل حد يسأل إلى علينا يا مصل حد يسهد إلى علينا يسو هذا العقد هذا وجوده تن النص كراع وسيد مركا دليلك الشجع راع والله كاره السلامة لا يعادلها شيء نبتقلي هذا واحد لك ما متشرو وحول لك ما مجرو شيء علماء الإسلام كبذن كود إليهين والسدح مذهب أي قبان إنا يكاس حنبا إليهين عاصم باتوا الدنبودي سكذنا كاما بحين والقول يدو مضى ذي سارنتا وقان كوكو مقان والقو قبصان أيو شيء سيدا القول يمحاكو كلفين ميكو أنفع يا وداد كو يجيب مركي سوحان وأصحي سا أدي القول إلى هذو محادو بحين ويدي شيء النبي الشيء عليه الصلاة والسلام محادو رنسا آخر وذات بقى ابن نيا درنصا مركا وحوي على كل حال سيدة السلام ذو كتير تصاص يذوي على ماذا المركا سيدة كلب النيسينا وحوي واجتهاد الرأي اجتهاد كنا يخطئ ويصيب إذا حكم الحاكم فاجتهاد ثم أصاب فله أجر وإذا حكم فاجتهاد فأخطأ فله أجر مرنا واصيب اجتهادك مرنا وخطأ ولما قدر سوء أبو حنيفة ما قابوا مركا قدر كان هذا مركا وحوي اللي بكي رأي الإراد مركا إنا يتهي زكاة الفطر وجماهير العلماء مركا يلاهدين تقديرك صاع وحون قنايا شن رضل رضل صدح ميل الله قد جاي ميل أهانتي أنت أصلنا قنايا الرضل الذي بغداد جاءها سيدا مركا يكون قدرين ماذا مركا يسا مركا بدن كودو وصدح ذا مركا مذهبود أي سيدا كو قدرين مذهب حنفية ذو يدو وخلاف طي مذهب حنفية ذو وين خلاف طيو وحيلها شن رضل يمركا ثلث ماء هاي وسديد رضل وي
marka qadarkii Abu Hanifa marka haday noqoto marka inaad xataa lacag bixinayso haday Abu Hanifa toos uma raacin haday noqoto inaad lacag bixinayso qadarkii marka Abu Hanifa sheegay xataa ma raacino tii isagu 8 rodol buu qaba markiisa marka inay tahay zakatul fitr qofkii in laga bixinay 8 rodol yaa marka qiyaastu waxa weeye waa kala badan tahay 4 kilo ila meelaha suu ka dhigay isagu ala kulli hal naska inaad raacdo ku fiican saasu khulasadu waxay tahay waxaan raashin ahayn qofku haduu ku bixiyo oo ama dhar ku bixiyo ama lacag ku bixiyo yaani inay ku asaxay khulasadu waa saas majra kafaraat ayaa la mariyay saas awadeed sida cuntooyinka markaysa marka meelahaas la xadiday iyo kafaarooyinka noocyada la xadiday aan la bedeli karin ayaan halkana marka la bedeli karin waa muhaddad shaygii lagu xadiday sidiisa waa in loo bixiya ala kulli hal daliil ahaan saasiyada aba qawisan قول كسلا خلاف سن لما اعتماده ولا معسكنه يه قول كنص كوافق صنبا للراعية تاسانا مركا وحوية سلامة أي كترتا والله أعلم.